في فيديو سابق كنت شرحت ليكم أنواع المبرمجين وإيه الفرق بينهم وبين بعض وإزاي بيكملوا شغل بعض، ولو كنت ما شفتش الحلقة هتلاقيها في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو. النهاردة بقى أنا عاوزك تنسى كل الكلام اللي قلته لك قبل كده، عشان هقولك على نوع جديد مختلف من المبرمجين ما قلته لكش قبل كده. هقولك على الكبير قوي، على حمال الأسية اللي بيقولوا عليه بتاع كله، أو ساعات بيسموه فول ستاك ديفلوبر. أنا الكبير، هو الكبير، هو الكبير. بعض الشركات اللي بتشتغل في تكنولوجيا المعلومات كل معلوماتهم عن المبرمج إنه واحد بيقعد قدام جهاز الكمبيوتر وبيعمل شوية جلا 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 وشغل شعوذة وبيطلع ببرامج الشركة دي بقى بتسوقها أو بتستخدمها في أي مجال هي متخصصة فيه. وده اللي يخليك لما تدخل شركة من الشركات اللي بتعين المبرمج الفول ستاك ديفلوبر بتلاقيه قاعد في جنب من جوانب الشركة كده، ولو جربت تسأله أسئلة زي مين بيشتغل معاك في التيم هيقولك أنا فقط. طب مين اللي بيديزاين؟ أنا فقط. مين اللي بيبرمج الداتابيز؟ أنا فقط. طب حتى مين اللي بيعمل أناليسز؟ أنا فقط. هتكلم اليوم عن الأسطورة. لا مش هتكلم عن محمد رمضان، هتكلم عن سوبرمان المبرمجين، هتكلم عن الفول ستاك ديفلوبر. زي ما شرحت قبل كده في فيديو انواع المبرمجين، كل مبرمج له وظيفة، انما ده كل الوظائف بيشتغلها. هذا بتاع الكوكتيل، يعني تقدر تقول عليه كده بياخد البرنامج من بابه او التطبيق او الموقع ايا كان من بابه، شغل على رأي المقاولين مونة وأجرة. يعني بيبدأ يعمل تحليل وبعدين تصميم وبعدين برمجة ويعمل واجهات، برمجة قواعد بيانات، أو بيشتغل كله في نفس التوقيت، يعني بيبني البرنامج حتة حتة. الفول ستاك ديفلوبر دايما بتلاقيه عارف لغات كتير، لا وكمان عنده استعداد يتعلم لغات أكتر، دايما بتلاقي عنده شغف بالبرمجة غير طبيعي، واللي زي ده هو اللي تقدر تقول عليه مبرمج عبقري فعلا، لأن الفول ستاك ديفلوبر الحقيقي بيكون واخد الموضوع هواية حبيبها من قلبه. بحبك مش بحبك. من قلبك بحبك. لا كده مش من قلبك بحبك. مش واخد الموضوع مجرد سبوبة وعاوز يبقى مبرمج عشان المبرمجين بيقبضوا كويس والكلام الفارغ ده. لو فرضنا انه مبرمج متخصص في الويب هتلاقيه عمل تحليل بسيط للموقع وبدأ شغل على طول، واجهات HTML و CSS، وبعدين تلاقيه بيعمل انتراكشن بجافا سكريبت، وكمان هتلاقيه بيبرمج بلغة زي السي شارب لو مثلا هو شغال ASP او اي لغة تانية على حسب بقى السيرفر اللي هيرفع عليه شغله زي PHP او البايثون او اي لغة برمجة ويب تانية. بمعنى اخر يعني ان هو بياخد المشروع كله، او على الاقل بيعرف يشتغل اي حتة في المشروع، سواء الاكواد الخلفية اللي هي الباك اند، او حتى التصميم والاكواد الامامية الفرونت اند، عشان كده سموه بتاع كله او الفول ستاك ديفلوبر. اغلب الفول ستاك ديفلوبر بيشتغلوا فريلانسرز، عشان هما بيكون للاسف عند بعض منهم قناعة انه طالما يقدر يعمل كل حاجة لوحده يبقى ايه فايدة التيم وورك، او ان حد يبوظ شغلك، او حتى بعضهم بيحب يكتب البرامج بشوية عشوائية، وشغل التيم هيخليك تلتزم بحد أدنى من التنظيم عشان أفراد الفريق شغلهم ما يخشش على بعض. هنقطع على بعضي ولا إيه؟ وهو بيشوف في العشوائية دي حرية، وطبعا ده بيخليه يفضل يكون لوحده مش مع تيم. الشركات اللي بتفضل النوع ده من المبرمجين غالبا شركات من متوسطة إلى صغيرة، ده طبعا على حسب البيزنس بتاعها وحجمها في السوق، والفكرة هنا انها بتحاول توفر عدد الموظفين اللي شغالين معها طالما عندهم مبرمجين يقدروا يقوموا بالوظيفتين، فليه لا ما نوظف مبرمج واحد بدل ثلاثة، بدل الديزاينر والفرونت اند والباك اند احنا نجيب مبرمج واحد فول ستاك ونوفر ونزق اليوم زق معايا اليوم ده يا سيد. الشركات الكبيرة برضو على حساب البيزنس بتاعها وحجمها في السوق ما بتفكرش بنفس الطريقة، بتعين في الأغلب مبرمجين متخصصين أكتر،
وده بيكون لأسباب، منها انهم مثلا بيفكروا ان لما يكون في متخصص للواجهات الأمامية مثلا، متخصص لشغل الباك اند والديزايننج مثلا وكده، يعني ساعات كل حاجة هتتعمل بمنتهى الإتقان، لان مش هيكون همهم البرنامج او الموقع يطلع للنور وخلاص، لا هما بيهتموا كمان بالجودة. وهتلاقي عندهم حتى تخصصات تانية كتير بتخدم على شغل المبرمج وبتساعده، زي الهيلب ديسك او الكواليتي اشورانس طبعا، غير التيسترز وغيرهم وغيرهم وغيرهم. وده اللي بيخلي فرصة الفول ستاك ديفلوبر اقل في الشركات الكبيرة، مع انه ممكن يكون احسن من متخصص في مجال تخصصه، بس الشركات الكبيرة خصوصا في الدول العربية اغلبها للأسف حافظة مش فاهمة. ماله يعني الكاسيت؟ ماله كاسيت؟ اعذروني على المصطلح ده، بس للأسف الحقيقة بيشوف قدامه سي في كبيرة لواحد مبرمج عنده خبرة في لغات وعمل حاجات كتير، فبيخاف يشتغل معاه لسببين. الاول انه يفترض مثلا انه يكون نصاب وحش السي في على الفاضي عشان يكبر حجمه يعني قدام الشركة. اما بقى لو كان متأكد انه مش نصاب ومش مال السي في على الفاضي، فبيقول انه اكيد مش مميز في حاجة، طالما بيقول انه هو المميز في كذا حاجة، وبرضه بيرفضه ويقبل واحد اقل منه بس متخصص. ودي للأسف الحقيقة اللي احنا عايشين فيها، ومش عاوز حد يزعل منها لانها الواقع. مش بقولهم الفول ستاك ده هو حمال الاسية؟ عشان كده الفول ستاك مش بيظهروا غير لما بيشتغلوا فريلانسر او في شركات صغيرة. وتفاجأ الشركات الكبيرة اللي رفضتهم قبل كده ان شركة صغيرة عملت منتج بينافس منتجها القوي في السوق وممكن يتغلب عليها كمان، ومع ذلك لسه ما غيروش سياستهم العقيمة ديت. ما علينا، حاجة اخيرة حابب اتكلم عليها عن مبرمجين الفول ستاك ديفلوبرز، ان اغلب مبرمجين سمارت فون هما فول ستاك، لدرجة ان اي كورس بيتاخد لتطوير الاندرويد مثلا او الاي او اس ابليكيشنز بيكون مكتوب قبل منه فول ستاك ديفلوبر لكذا وكذا. واكيد انتوا خدتوا بالكم من الكلام ده، والسبب ان اغلب مطورين بتوع التطبيقات دي من شريحة الفريلانسرز مش من الشريحة اللي بتشتغل في شركات المتخصصة. وده اللي خلى شركة كبيرة زي جوجل تضيف في اندرويد ستوديو نظام بناء واجهات باستخدام لغة التوصيف XML، عشان بناء واجهات التطبيق تبقى سهلة، ومش محتاج لو انت بتعمل تطبيق صغير او متوسط انك تستعين بمصمم خاص عشان يساعدك في بناء تطبيقك. في الاخر احب اقول لكل واحد حابب يعرف كل حاجة في البرمجة ويشتغل برامج او التطبيقات من الالف الى الياء، انت نادر، انت موهوب، حتى لو الناس مش فاهمينك او حتى لو الشركات مش مقدرة شغلك. اطلع للجمهور، اعمل تطبيقاتك بنفسك، اتعلم كمان، وما تخليش حد يوقفك، اثبت للعالم كلهم انهم غلط وانك انت الصح. وعلى فكرة انت مش اول واحد يفكر باختلاف ويثبت للعالم انه صح وكل اللي حواليه غلط. احلم وحقق حلمك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، وما تنساش تسيب رأيك في الديسكريبشن بوكس، رأيك بالنسبة لنا مهم جدا، وأتمنى لكم التوفيق في حياتكم. كان معكم المبرمج أحمد محمدي في الباش مبرمج، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.